السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. معكم حمزة من قناة ميدزيديو. راح نشرح اليوم The Muscular System Chapter 5 في مادة الأناتومي، النظام العضلي، استكمالا للنظام الهيكلي ونظام المفاصل. يأتي ليكمل عمل هذين النظامين، ألا وهو النظام العضلي. راح يأمن عندنا النظام العضلي الحركة بالتنسيق مع المفاصل ومع العظام. راح يعطي ماهية الجسم كاملة، شكل الجسم، حماية للأورجان الموجودة ضمن الجسم، وحماية للعظام. راح ندرس بون ماسل ريليشن شيب، العلاقة ما بين العظام والعضلات، اللي هو ليفر سيستم، نظام الرافعة. راح نطلق على العلاقة ما بين العظم والعضل بنظام الرافعة، وراح نشبهها ونشوف كيف. Arrangement of the vessels اللي هي اصطفاف هاي العظام او الخلايا المكونة لهاي العضلات، الاصطفاف لهاي الخلايا المكونة او الالياف المكونة لهاي العظام العضلات. Interaction of skeletal muscle in the body اللي هن التداخلات اللي بتصير عندنا ضمن العضلات الهيكلية. طبعا راح نركز نحن في شرحنا لهذا الشابتر على العضلات الهيكلية اللي هي بتكون محيطة بالعظام، النظام الهيكلي. طبعا في عندنا نوعين اخرين من العضلات راح نشوفهم كمان شوي. Naming of skeletal muscle اللي هي التسمية، كيف نحن ممكن نسمي العضلات، في عندنا قانون نمشي عليه لحتى نحن نسمي هاي العضلات. Major skeletal muscle بعض العضلات الهيكلية الشائعة. Site of intramuscular injection. Life cycle of muscles. راح نبلش بإنترودكشن. There are about 700 skeletal muscles in our body. راح يكون في عندنا حوالي 700 عضلة موجودة ضمن الجسم تكون مرتبطة مع العضلة مع العظام. In addition to skeletal muscle بالإضافة إلى العضلات الهيكلية، في عندنا ما يسمى بالcardiac muscle والsmooth muscle. Distributed in the internal organ of the body مثل alimentary canal, origental canal, etc. طبعا هاي بيكون موزع ضمن الأعضاء الداخلية الحشوية بنسميهم. عندنا السموث مصل اللي هن العضلات النساء، والكارديك مصل العضلات القلبية. Interaction of skeletal muscle and skeletal bones both determine the form and contour of the body. طبعا حركة الجسم وشكل الجسم كاملا راح يحددوا عندنا السكيليتال مصل، العضلات الهيكلية والعظام الهيكلية أو الهيكل العظمي اللي موجود عندنا في الجسم. عندنا أنواع المصل زي ما حكينا، عندنا سموث مصل، كاردياك مصل، سكيليتال مصل. بالنسبة للسموث مصل خلينا نبدأ في أول واحدة. has narrow tapered rod shape cell. عندنا الخلايا اللي مكونة لهاي العضلات بتكون عبارة عن خلايا ضيقة مدببة لها شكل زي الحبل بيجو. في عندنا has non straight and nucleated fiber، عبارة عن ألياف خالية من النواة، ما فيها نواة، ألياف بتكون غير محززة، بتكون مستقيمة وبتكون ملساء. occur in the wall of internal organ and blood vessel، بتشكل عندنا الجدار الداخلي للأعضاء الداخلية الموجودة بالجسم والجدار الداخلي للblood vessel الأوعية الدموية. is involuntary انه هي بتكون حركتها لا ارادية. اما بالنسبة للكارديك مصل اللي هي عضلة القلب، has straight tubular branched and nucleated fiber، عبارة عن الياف بتكون متفرعة، الياف ليس لها نواة، انبوبية الشكل، محززة الى اخره. occur in the wall of the heart، بتشكل عندنا جدار القلب، كمان بتكون involuntary لا ارادية، طبعا مضخة عضلة القلب بتكون لا ارادية. اما النوع اللي نركز عليه اللي هو skeletal muscle اللي هنا العضلات المرتبطة بالجهاز العظمي. has straight tubular multinucleated fiber، عبارة عن الياف انبوبية محززة لها عدة انوية، نواة اكثر من نواة. is usually attached to skeleton has او is voluntary، بتكون حركتها ارادية وبتكون غالبا مرتبطة مع الهيكل العظمي. Bone muscle relationship العلاقة ما بين العظمة والعضلة. نحن زي ما حكينا انه في عندنا system بنسميه liver system اللي هو نظام الرافعة. The operation of most skeletal muscle involve use of liver and liver system، هي نظام الرافعة بنشبهها زي نظام الرافعة. A liver is rigid bar that move on a fixed point بنسميها fulcrum. Fulcrum اللي هي نقطة الارتكاز. طبعا حركة الرافعة هي عبارة عن حركة بتتم حول محور ثابت أو نقطة ارتكاز بنسميها الفولكرام. الإفورت أو القوة اللي نحن بنمارسها
بتتم على العضلة، فالقوة هاي اللي نحن مستخدمها لأجل رفع الحمل. إن هيومن بادي، طب لما بدنا نشبهها عندنا في جسم الإنسان، في عندنا بالنسبة للبونز العظام هي بتشكل عندنا الليفرز اللي هن الرافعة، العضو العظام هي بتنوب محل الرافعة. الجوينت هي عبارة عن منطقة الارتكاز، المفصل اللي هو مثلا عندنا بالصورة زي ما هو واضح مفصل الكوع، الإيلبو جوينت هو عبارة عن الفولكرم ونقطة الارتكاز. أما القوة أو المطبقة، القوة المطبقة على الحمل لحتى نرفعه بتتم عن طريق هاي العضلة، عضلة الهيوميرس زي ما احنا شايفين. فالمصل exert the force to move the part to the body، زي ما حكينا هي عملية مشاركة ما بين البون وما بين الجوينت وما بين المصل لحتى نقوم بالحركة أو بالقوة. There are three classes of levers due to the position of fulcrum, effort and load. في عندنا ثلاث أنواع من الروافع، الثلاث تصنيفات بالنسبة للحركات اللي بتقوم فيها العضلات ضمن الجسم حسب نقطة الارتكاز، حسب قوة، حسب الحمل. أول كلاس عندنا بتكون عندنا الفولكرم between the load and the force as the neck muscle that move the head upward downward. التصنيف الأول اللي هو عبارة عن بتكون عندنا نقطة الارتكاز بالمنتصف ما بين الحمل وما بين القوة اللي نحن بدنا نطبقها، زي عندنا عضلات الرقبة لما بدنا نحرك الرأس إلى الأمام أو إلى الخلف. فزي ما بنعرف في عندنا جوينت، مفاصل موجودة عندنا ضمن الفقرات للعمود الفقري، هاي بتكون عندنا عبارة عن الفولكرم، بتكون بالمنتصف ما بين القوة وما بين الحمل اللي هو وزن الرأس مثلا. Second classes اللي هو بيكون عندنا the load between fulcrum and force، بيكون عندنا الحمل ما بين نقطة الارتكاز وما بين القوة اللي نحن بدنا نطبقها، as raising the body on the toy، لما الإنسان يعمل إنه يوقف على رؤوس أصابع رجليه. In this case the point of contact between the toy and the ground is fulcrum، نقطة الارتكاز ما بين الأصابع وما بين الأرض هاي بنسميها الفولكرم. اللود هو عبارة عن الأنكل، راح يكون عندنا على الكاحل، بيكون في عندنا حمل. And gastrocnemius muscle عبارة عن عضلات of the leg، هاي بتكون موجودة ضمن الساق، هي تعتبر القوة. فاللود هو عبارة عن الكاحل، الفولكرم اللي هو أصابع الرجل، والفورس اللي هي القوة عبارة عن gastrocnemius muscle. بيندنا third classes في هاي التايب، بيكون في عندنا the effort اللي هي القوة، بتكون between the load and fulcrum. The most common lever type found in the body، بالغالب أغلب الأنظمة اللي موجودة عندنا بالنسبة للعضلات بتكون من هذا النوع. It permits rapid and extensive movement. Example of this type flexing of forearm and the elbow، زي النظام اللي شفناه قبل شوية، هذا يعتبر third classes. هاي زي ما بنشوف عندنا the first class, two class, three class موضحين عندنا بالصورة، لهم تشبيهات. فالفيرست كلاس بنشوفه زي المقص، بيكون عندنا نقطة ارتكاز بالنص، بيكون ما بين اللود وما بين الإفورت. هاي زي ما عندنا السكند كلاسز، بيكون في عندنا الفولكرم زي العرباي، فولكرم بيكون من الأمام أول إشي، وبيكون بيناتهم اللود الحمل والإفورت اللي نحن بدنا نشيل فيهم هاي القوة. وعندنا بالنسبة للمفصل الكوع، وعندنا عضلة الهيوميرس واللود اللي بيكون موجود بالجسم، هذا third class. Arrangement of fascicles، طبعا عندنا الفاسيكلز هي عبارة عن الحزم الليفية اللي بتشكل عندنا العضلات. Muscle are arranged in fascicles with different form، راح يكون في عندنا ترتيب لهاي الحزم ضمن العضلات لحتى يعطينا الشكل العام للعضلات. طبعا اصطفاف، اختلافات في اصطفاف هاي الفاسيكلز واختلاف أشكالها رح يعطينا اختلاف في شكل العضلة والفانكشن اللي بتقوم فيها. Form of arrangement include، في عندنا الأشكال اللي ممكن تصطف فيها هاي الفاسيكلز، عندنا circular زي عضلات العين eye muscles بنسميها orbicularis اللي هن العضلات اللي موجودة ضمن العين، بيكون شكلها circular، فلازم نركز على هاي التصنيفات. في عندنا parallel بتكون متوازية مثل biceps of upper arm and sartorius of the thigh،
اللي هن عضلات الفخذ وعضلات اليد العلوة العليا اللي بنسميها بايسبس. في عندنا زي العضلات بيكون شكلها كونفيرجنت زي الباكتولاريس اوف ذا تشيست اللي هي عضلات الموجودة عضلات الصدرية بتكون متداخلة كونفيرجنت عضلات متداخلة او متراكمة. في عندنا الباينت، الباينت بتكون ريشية العضلة شكلها زي الريشة مثل الاكستنسور اوف ليج and rectus femoris in the thigh respectively. على التوالي عندنا بالنسبة لعضلات اللي موجودة ضمن الساق وعضلة الفخذ نسميها rectus femoris. طبعا بنلاحظ انه عندنا عدة عضلات موجودة في نفس المكان، مثلا الثايت في عندنا 4-5 انواع من العضلات، ممكن تكون عضلات متوازية، عضلات ريشية الى اخره. هاي زي ما بنشوف عندنا توزع للعضلات، عندنا العضلات الدائرية زي الفم احنا حطينا عليها مثال، العضلات العين، عندنا العضلات المتوازية زي اللي موجودة بالبايسبس، عندنا العضلات الريشية اللي موجودة عندنا في الفخذ، في عندنا عضلات متداخلة اللي موجودة عندنا بالصدر. Muscle attachment with bone اللي هي اتصال العضلة مع العظم. Each muscle has two ends. أي عظمة، أي عضلة في إلها نهايتين. نهاية ثابتة بنسميها الأوريجين المبدأ، ونهاية متحركة بنسميها insertion. Interaction of skeletal muscle in the body. Muscle action is only due contraction that shorten the muscle toward its origin end. طبعا الحركة اللي بتقوم فيها العضلة هي عبارة عن انقباضات، هذا الشيء راح يؤدي الى قصر طول هاي العضله باتجاه الاوريجن. ففي عندنا زي ما حكينا نهايه ثابته اللي هي الاوريجن، بتحرك عليها العضله باتجاهها فبتقصر عندنا العضله. It's always pull not push، هي عباره عن انقباض وليس دفع. Thus whatever one muscle can do there is another muscle can undo the action. بالنسبه للمقصد من هاي العباره انه العملية اللي بتقوم فيها او بتعمل فيها العضلات هي عملية سحب وليس عملية دفع، اي انه هي عملية متعاكسة. فاذا كان في عندنا قسم من العضل او عضلات تعمل انقباض، بالمقابل بيكون في عندنا عضلات تعمل انبساط، فهي عملية متعاكسة عكس العمل اللي بتقوم فيه. Most movements are produced by the coordinating action of several muscles. طبعا في عندنا حركات خاصة بنقوم فيها العضلات بتكون بالاشتراك بأكثر من نوع من العضلات. في عندنا الحركات الأساسية، في عندنا برايم موفر، في عندنا انتاغونيست، في عندنا سينرجيست، في عندنا فيكسيتور. بالنسبة للبرايم موفر اللي هي دايركتلي بيرفورم ا سبيسيفيك موفمنت، هي العضلة الأساسية اللي بتقوم في الحركة زي عضلة البايسبس لما نحن نعمل الانقباض لعضلة الساعد. بنفس الوقت بيكون في عندنا antagonist، هي حركة معاكسة تماما للبرايم موفمنت. They are located in opposite side of joint، زي ما حكينا انه هي عملية انه في عندنا عضلات بتنقبض وعضلات بتنبسط، فهذول عمليتين متعاكستين، واحدة بتنقبض فالثانية راح تنبسط زي ترايسبس اللي موجودة عندنا في عكس البايسبس اللي هن عضلات الساعد. فلما نحن نعمل انقباض للساعد ففي عندنا عضلات بتنقبض وعضلات بتنبسط. في عندنا السينرجيست اللي هن فاسيليت برايم موفمنت، هاي العضلات راح تتحرك بشكل انها تساعد او تحسن من عملية البرايم موفر اللي هي العملية الاولى اللي بتكون فيها العضلة. طبعا هي عن طريق البروموتينج ذا سيم موفمنت، انه هي بتتحكم في نفس اتجاه الحركة اللي نحن بنقوم فيها بالبرايم موفر. Reducing undesirable movement، بتقلل من الحركات الأخرى اللي نحن ما بدنيها. مثال عليها اللي هي finger flexor muscle making the fist without bending wrist by synergistic action of muscle that stabilize the wrist joint. طبعا في عندنا اللي هن العضلات اللي موجودة عندنا في اليد، في أصابع اليد، لما نحن بدنا نقبض أصابع اليد ففي عندنا عضلات بتساعد على الحركة الأساسية اللي هي انخفاض الأصابع وبتثبت عندنا عضلات الرسغ، فعشان ما يتحرك عندنا الرسغ، فهذا الشيء راح يزيد من فعالية البرايم موفر ويقلل من الانتاغونيست الحركة الأخرى. في عندنا الفيكساتور used to stabilize synergist action of the joint، هاي
أي عضلات مكملة لعمل الساينارجست، اللي هي بالأساس مكملة لعمل أو محسنة لعمل البرايم موفر. بالنسبة لتسمية العضلات، skeletal muscles are named according to different criteria depending on structural and functional characteristics of the muscle. طبعا تسمية العضلات راح تخضع إلى عدة أمور، تعتمد على الشكل تبعها، تعتمد على الفانكشن اللي بتقوم فيه. تصنيفات اللي نحن ممكن نعمل فيها naming skeletal muscle، أول شيء حسب اللوكيشن of the muscle، حسب موقع هاي المسل وين بتكون، فنحن ممكن نسمي العضلة. Indicate the bone or body region with which the muscle is associated. طبعا هذا الشيء بيتبع إلى موقع هاي العضلة والمكان اللي هي بتكون مرتبطة فيه. مثل عندنا temporalis. Temporalis من اسمها مبينة هي بتخضع فوق عظمة التيمبرال بون اللي موجودة عندنا في الجمجمة، فحسب موقعها نحن سميناها. طبعا بالنسبة للعضلات هي بتنتهي ب ES أو ب S، هذا الشيء بيميز انه نحن عم نحكي عن عضلة. طبعا تيمبرال اللي هي عظمة الجمجمة التيمبرال، اما لما حطينا لها S فصارت تيمبراليس، فهي عبارة عن عضلة التيمبرال بون. في عندنا انتركوستاليس، انتركوستاليس بتكون موجودة فوق الريبس، فوق الأضلاع، هن عبارة عن عضلات موجودة ضمن القفص الصدري على الأضلاع. في عندنا براكياليس، براكياليس اللي هي العضلات الموجودة في الأرم. في عندنا الجلوتنس بالبوتوك، عبارة عن عضلات الأرداف. هاي بالنسبة للوكيشن، أما بالنسبة للشيب حسب شكل العضلة ونحن ممكن نسميها. في عندنا الدلتويد، عضلة الدلتويد الموجودة عند الكتف بتكون ترينجل، عضلة مثلثة الشكل. في عندنا الترابيزيوس، مثل شكلها زي السمول تيبل اللي هي احنا بنسميها بالعربي الترابيزة، فجاية من اسم ترابيزيوس، فبيكون شكلها زي المربعة صغيرة. حسب السايز، الحجم، حجم العضلة، ممكن احنا نصنفها الى ماكسيموس، مينيموس، لونجوس، بريفيس. بريفيس بتكون عبارة عن عضلة صغيرة جدا. بالنسبة للدايركشن اوف muscle فايبر، حسب اتجاه الالياف المكونة للعضلة، عندنا ريكتس بتكون مستقيمة، عندنا ترانسفيرس عرضية، وعندنا اوبليك اللي هي المائلة. نمبر اوف اوريجين، عدد المبادئ او الاماكن الثابتة، المحاور الثابتة للعضلة، ممكن يكون عندنا بايسبس، ترايسبس، كوادريسبس اللي هي بايسبس انه بيكون عندنا 2 اوريجين، ترايسبس 3 اوريجين، الكوادريسبس 4 اوريجين. اللوكيشن اوف ماسل اوريجين اند انسيرشن، موقع الاوريجين والانسيرشن، الموقع الثابت والموقع المتحرك بالنسبه للعضله. Both ends are noted where origin is designated by the first name. مثل عندنا ستيرنوماستويد، الاوريجين هي عباره عن عظمه الستيرنوم، فعندنا ممكن نحن نسميها باشتراك الاوريجين مع الانسيرشن، فالاسم الاول راح يكون عباره عن الاوريجين للعضله. فمن اسمها نحن ممكن نعرف او نحدد الاوريجين، زي ما حكينا عندنا ستيرنوماستويد، ستيرنو اللي هي جاي من ستيرنوم، فبيكون عندنا الاوريجين هو عباره عن عظم القص. حسب الاكشن اللي بتقوم فيها هاي المسل، وورد سوتش از فليكسور، اكستنسور، ادكتور الى اخره، حسب الحركة اللي بتقوم فيها، زي عندنا adductor longus located in thigh، هي عبارة عن عضلات موجودة ضمن الفخذ. هاي الحركات احنا درسناها في joint بالنسبة للflexor extensor الى اخره. major skeletal muscle، عندنا اكثر العضلات الهيكلية الشائعة. this include the following classification according major part of the body، نحن بنصنفهم حسب الاماكن الاكثر شيوعا في الجسم واللي نحن بنستخدمهم بكثرة. Muscle of the head include facial and mastication and tango movement. العضلات الموجودة عندنا بالرأس، عندنا الفيشيال عضلات الوجه، mastication، وعندنا التانجو movement عضلة اللسان، حركة عضلة اللسان. Muscle of the neck and vertebral column control head and trunk movement، عبارة عن العضلات الموجودة عندنا في الرقبة، بتأمن لنا حركة الرأس والعمود الفقري او الفقرات ضمن العمود الفقري. Muscle of thorax اللي موجودة عندنا في الصدر من اجل التنفس. Muscle of the abdominal wall اللي هي responsible for trunk movement and compression of abdominal viscera.
طبعا الأعضاء الحشوية اللي موجودة هنا في الجسم راح تتحكم فيها أكيد عضلات، ومشان تأمن أن حركة الجذع كاملا ممكن يكون في عندنا عضلات ضمن التجويف البطني أو جدار البطن. في عندنا البيلفيك فلور أند بيرنيوم سبورت أبدومينو بيلفيك أورجن، راح تأمن الدعم للأعضاء الموجودة عندنا في تجويف البطن والحوض. Muscle of shoulder for arm movement، في عندنا عضلات موجودة في كتف من أجل حركة اليد. Muscle of elbow for flexion and extension of forearm، حركة اقتراب وابتعاد الساعد. Muscle of forearm for movement the wrist, hand and fingers، نحن بنلاحظ أنه في عندنا العضلات اللي موجودة ضمن الساعد من أجل حركة الرسغ، حركة اليد، الأصابع إلى آخره. Muscle of hip and knee موجود عندنا في الورك وفي الركبة، عندنا عضلات من أجل حركة الفخذ وحركة الساق. Muscle of leg مشان حركة الكاحل والأصابع. هاي توزيع لعدة عضلات أو النظام العضلي اللي موجود عندنا في الجسم. راح نبلش في Muscles of the head اللي هن العضلات اللي موجودة ضمن الرأس. نحن قسمناهم إلى Facial, Mastication والتانجو Movement. راح نبدأ بالفيشيال. This muscle include the following، صلوا على النبي وما تخافوا من الأسماء. عندنا epicranius اللي هي occipitofrontalis، عبارة عن مجموعة من العضلات linked by aponeurosis ball skull back and forward. أول مجموعة من مجموعة العضلات اللي هي epicranius هي عبارة أو إلها اسم ثاني occipitofrontalis. زي ما حكينا تسمية العضلات راح تتم عن طريق شقين، هذا نوع من أنواع التسمية أوكسيبيتو نسبة إلى أوكسيبيتال والفرونتاليس نسبة إلى فرونتال. راح يرتبطوا عن طريق ما يسمى بالأوبينيوروسيز حتى يدفعوا فروة الرأس اللي هي السكالب، سكالب يعني فروة الرأس، إلى الأمام وإلى الخلف. هاي العضلات ممكن تحتوي على أوكسيبيتاليس والفرونتاليس، نوعين من عضلات أو عضلتين. النوع الثاني اللي هو أوربيكولاريس أوكلاي، أوربيكولاريس أوكلاي من اسمها مبينة، بتحكي عن العين اللي هي الأوكلاي أي ليد اللي موجودة عندنا في العين. النوع الثالث اللي هي أوربيكولاريس أويرس اللي موجودة عندنا في الشفاه، عضلات الشفاه. في عندنا زيجوماتيكوس كنترول تشيك موفمنت، هاي موجودة عندنا بجانب عظمة الزايجوماتيك من أجل حركة الخد. بوكسينيتور هوريزنتال تشيك مسل، عبارة عن عضلات خدية أفقية. في عندنا المينتاليس تكون موجودة ضمن الذقن، تشين اللي هي الذقن. في عندنا عضلات البلاتيزما موجودة ضمن الفيشيال الوجه. هاي زي ما بنشوف عبارة عن العضلات، هذا أول نوع درسناه اللي هو عبارة عن أوكسيبيتي فرونتاليس اللي هن موجودين ضمن عضلة الأوكسيبيتال لحتى عضلة الفرونتال، من الأوكسيبيتال إلى الفرونتال بيشتركوا مع، يكون في عندنا هاي القطع اللي هي عبارة عن إبيكرينيال أبونيوروسيز لحتى يمنوا حركة فروة الرأس. في عندنا نوع ثاني اللي هو أوربيكولاريس أوكلاي اللي هن العضلات الموجودة حوالي العين. في عندنا عضلات الشفاه اللي هن أوربيكولاريس أوريس. في عندنا البوكسينيتر اللي هن موجودين في الخد. في عندنا الزايجوماتيك بون موجود فيها عضلات تسمى زايجوماتيكوس مينيور زايجوماتيكس ميجر، بهمنا نحن الاسم العام اللي هو زايجوماتيكس. هاي معظم العضلات شو ضل عندنا اللي هن الماستر المينتاليس اللي موجود عندنا ضمن الذقن. في عندنا البلايتيزما موجودين تحت الذقن باتجاه الرقبة. هاي مقطع آخر أوضح من اللي قبله. عندنا هاي التيمبوراليس، عندنا الأوكسيبيتو فرونتاليس، عندنا الماستر، عندنا ستيرنوكلونيوماستويد هاي المدرسة كمان شوي، بوكسينيتور، أوربيكولاريس أوريس، وأوربيكولاريس أوكلاي، هاي بلاتيزما إلى آخره. بعد هيك رح ننتقل الى الماستيكيشن والتانجو موفمنت والهيد موفمنت، العضلات المسؤولة عن حركة المضغ وحركة اللسان
وحركة الرأس. في البداية الماستيكيشن راح يكون مسؤول عنها 4 عضلات، الماستر اللي مربوطة مع الماندبيلا، عندنا التيمبوراليس اللي موجودة مع عظمة التيمبورال بالجمجمة، عندنا البوكسينيتر اللي موجودة مع اللي هي عبارة عن عظمة الخد، وآخر شيء عند البيتيروغويد المربوطة مع الماندبيلا. أما بالنسبة لحركة اللسان تانجو موفمنت، في عندنا الستايلو جلوسز، عندنا الهايلو جلوسز، وعندنا جينيو جلوسز. بالنسبة للسوولينج ماسل، العضلات المسؤولة عن المضغ، في عندنا المايلي هايويد والستايلو هايويد، وعندنا الجينيو هايويد والستيرنو ثايرويد. هاي جميع العضلات الموجودة في الرقبة تقريبا مسؤولة عن حركة اللسان، حركة المضغ، وحركة الرأس. بشكل خاص حركة الرأس مسؤولة عنها 3 عضلات اللي هي ستيرنو كليديوماستويد، سبليناس كابيتس، وسبليناس سيرفيسز. هاي 3 عضلات أعتقد جتنا بالامتحان سؤال من العضلات المسؤولة عن حركة الرأس. بالنسبة للعمود الفقري، العضلات اللي بتربط العمود الفقري عندنا سبايناليس، وعندنا الإليوكوستاليس، وعندنا لونجيسموس. السبايناليس هي عبارة عن 3 عضلات، الكابيتس والسيرفيسس والثوراسيس. مصل اوف ثوراكس، عضلات اللي موجودة عندنا في الصدر، هي انتركوستاليس، الاكسترنال والانترنال، العضلات الموجودة ما بين الأضلاع. في عندنا الدايفراجم اللي هو عبارة عن عضلة الحجاب الحاجز. مصل اوف ابدومينال وول، العضلات الموجودة عندنا في جدار البطن، عندنا ريكتس ابدومينوس اكستند فروم بيوبس تو ريب كيج اند سيجمنت باي 3 تندون. تمتد هاي العضلات من الحوض الى الأضلاع، وهي بتكون مربوطة مع 3 انواع من الاربطة او 3 اربطة. في عندنا بالإضافة إلى ذلك عندنا العضلات المائلة الأوبليك external وinternal transverse، خارجي وداخلي ومعترض. في عندنا اللينيا ألبا اللي لهن لون أبيض تقريبا، هي عبارة عن tendonous ريف fuse rectus abdominis together، بتربط معنا العضلات المستقيمة مع بعضها البعض. هاي شو صورة بتوضح لنا العضلات المستقيمة والمائلة والمعترضة واللينيا ألبا اللي موجودة عندنا في الأبدومينال وول. muscle of pelvic فلور اند برينيوم، العضلات الموجودة عندنا في الحوض عندنا اللافيتور اني والكوسايتس، هاي عبارة عن العضلات الموجودة بالحوض. اما بالنسبة للشولدر جوينت اند ايلبو اللي موجود عندنا في مفصل الكتف ومفصل الكوع، انتيريور من الامام يكون موجود عندنا عضلة الديلتويد، عندنا البيكتوراليس ميجر، وعندنا البايسبس، وعندنا البراكيوراديوس. هاي بالنسبة للعضلات الموجودة انتيريورلي. بالنسبة للخلف عندنا ترابيزيوس، إذا بتتذكروا عندنا أشكال العضلات كان في عندنا ترابيزيوس جاي من كلمة زي الترابيزة شكلها، عندنا الديلتويد، عندنا اللاتيسماس دورسي والترايسبس. عضلات الذراع عندنا البايسبس انتيريور، وعندنا الترايسبس بوستيريور، وعندنا البراكياليس. بالنسبة لعضلات الفور آرم اللي هي الساعد، عندنا البراكيوراديالس، وعندنا الفليكسور اكستنسور كاربي، عندنا الفليكسور اكستنسور ديجيترام بروفوندس. اما عضلات الهيب والثايت، الحوض والفخذ، عندنا السارتورياس، عندنا الجلوتياس ماكسيموس وجلوتياس ميدياس، وعندنا الجراسيليس، عندنا الادوكتر لانجوس والبايسبس فيوميراس والفيستاس. هاي عضلات موجودة في الفخذ والحوض. muscle that move ankle and foot، العضلات اللي بتحرك عندنا الكاحل والقدم. anterior عندنا البرونيوس اللي هي فابيولاريس لانجس، وعندنا الجاستروسينيموس، عندنا التابياليس anterior. اما بالنسبة posteriorly في عندنا الجاستروسينيموس نفس اللي موجودة anteriorly، وعندنا التندون اوف جاستروسينيموس. lateral من الجانب موجود عندنا الجاستروسينيموس نفسه، في عندنا السوليوس، وعندنا البرينوس لانجس، وعندنا التيبياليس anterior. تقريبا في عندنا عضلات مشتركة ما بين الأمام والخلف والجانب. Site of intramuscular injection، لما بدنا نعطي نحن حقنة، في عندنا أماكن معينة تعطى فيها الحقنات. في عندنا deltoid muscle if amount of injection أقل من 2 مل، إذا كان عندنا حجم الانجكشن أقل من 2 مل بنعطيها بالديلتويد تقريبا عند الكتف. وعندنا الجلوتس ميدياس if amount of injection أكثر من 2 مل تقريبا في الهب في منطقة الحوض.
لايف سايكل اوف ماسل هي دورة حياة العضلات، كيف تتكون عندنا العضلات. ماسل انكريز اور ديكريز ان نمبر سايز اند ابيليتي اوف تو فانكشن تو ديفرنت بيريود. في خلال مراحل بيكون عندنا زيادة او نقصان في عدد او حجم او الفانكشن اللي بتقوم فيه العضلة. عشان هيك البادي بيلدينج نلاقي عندهم عندنا العضلات اكبر من عندنا مثلا، او الناس اللي عندهم مثلا ضمور عضلي بيكون في عندهم حجم العضلات صغير. Pathological condition may affect muscle deficiency. Degeneration of muscle occurs through age and replaced by non-functional connective tissue. مع تقدم العمر رح يصير في عندنا degeneration للمسل، بتبطل عندنا تنشأ هاي العضلات وبتستبدل هاي العضلات ب connective tissue.